صباح الرواء وصباح التفاؤل، أحلى متابعات للعالم. رجعت لكم من جديد أنا عملاء فيديو جديد. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، اللايك كتير مهم يا جماعة، اللي بيحبني بحط لايك وسبسكرايب للقناة لأنه الفيديوهات اللي جاي محضرت لكم يا خيلة كتير رح تحبوها، فمشان ما تروح عليكم ويصلكم كل جديد عملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، الجرس كتير مهم حتى يوصلكم نوتيفيكيشن إنه أنا نزلت فيديو، وتابعونا على انستغرام اولا هوم ستايل، رح تلكم الرابط بصندوق الوصف، وقريبا رح اطلع اللايف حتى ما يروح عليكم اللايف. اوكي، اليوم يوم كتير حلو متفائل وما بعرف مبسوطه كتير انا ليش، لانه عن جد ايه انه غيرت غرفة الصالون. رح تقولوا لي عونا ليش غيرتي للسامز غيرتيها، ما بعرف شو، سبحان الله يا صدفه، والحمد لله الحمد لله ما اشتريتها، اجتني كادو، فمشان هيك كثير مبسوطه يعني انه ما كلفتني شيء يعني بصراحه، بس رح تكلفني شغله كثير مهمه لانه الموب اللي انا مدخلته على الغرفه ما رح يلمع على الغرفه الجديده. هلا منين الغرفه وقديش سعرها وما بعرف شو، لا تسالوني لانه ما بعرف شيء، ونحن هون الاتراك كثير عيب انه انت تساليهم. طبعا هي مين اشترى لي الغرفه؟ بيت حماي، الهديه هي من بيت حماي، فهو كثير عم تسالني انه منين اخذتوها وقد ايه سعرها وما بعرف شو. حاولت ابحث عنها على النت، ما كثير انه لقيتها، بس قربت القطه وبشاركها معكم ان شاء الله. فهلا هي اخر فيديو لتشوفوا الغرفه، هلا نظفتها مبين هون اثار التنظيف وكذا والعنابر وكذا وكلها كان اثار التمام حتى اسلمها. وشو رح اعمل بهالغرفه؟ اكيد رح ابيعها. وشو كمان؟ اي هلا الحلو اليوم انه رح اشارك معكم الفيديو بالغرفه الجديده، ورح فرجيكم الاكسسوارز اللي انا مضطره انه انا اغيره، لانه رح اشيل اللون الموف وادخل لون ثاني اللي هو رح يصير لون البيج والذهبي والاسود. تخيل قديش حلو رح يكون. بس انا شو رح اعمل؟ انا ما رح اشتري ولا قطعه جديده من ناحيه الاكسسوارز، انا الاكسسوارز اللي عندي رح اقلبه، رح اجيب بخاخات كله رح شاركه معكم. من الاكسسوارز اللي عندي رح اقلب لونه لذهبي واسود، فرح تشوفوا شيء شغلات روعه تبين عليها ثقيله وغاليه بس هي بتكون كثير رخيصه. وهلا كمان في قطعتين رح يجوا مع الفرش، هدول انا زبطتهم وعملتهم، رح احكي لكم قصتهم، رح كثير تتفاجئوا انه قديش كلفوني قليل وقديش هن رح يبينوا كثير واو وقطع مرتبه. فهي الغرفه شو هي؟ بتقول لكم هي الارم تشيرز الاثنين، وهون التو سوفاز صوفايتين بس، حتى طاوله الكوفي تيبل ما موجوده، الكوفي تيبل انا اخترتها ورح فرجيكم اياها. فهي خلونا نشوف الفيديو، خليكم معي لاخر الفيديو. هلا بانتظار لتيجي الغرفه، فعم بعمل القهوه انا وزوجي عم ننتظرهم وكثير متحمسين. هلا زوجي كان عم بيقول لي يعني انه عم بيفكر شلون رح يعمل ترتيبها، اول مره بشوفه متحمس بصراحه لهالدرجه، بالعاده انا بكون مسؤوله عن هالشغلات. بالنسبه لهذا البيت مثلا انا فرشته كله انه نقيته وهيك، فهي اول مره بيكون متحمس، يمكن اخذ الحماس مني. المهم هلا في شغلتين حابه اقول لكم اياها، انه اول شغله بعد ما تشوفوا الغرفه رح اعمل ترتيب معين للغرفه، وانتم كمان حابه اخذ رايكم انه اذا شفتوا شيء عندكم افكار انه اغير ترتيبها او اعمل ترتيب ثاني، حابه اسمع منكم اكيد، لاني متابعاتي كثير من الزقات واللذيذات وعندهم افكار بتجنن. وشغله ثانيه انه انتم في بعض الفيديوهات رح شاركها معكم لسه لها ماني عملت لها مونتاج عن الغرفه، يعني بالغرفه القديمه، فانتم احيانا اذا نزلت فيديوهات وكانت الغرفه القديمه موجوده فهذا الفيديو بكون عملته لي كم يوم، فعلى هالاساس انه ما تستغربوا يعني، لان هلا رح اشارك معكم الغرفه الجديده وفي بعدين فيديوهات رح تنزل فيها الغرفه القديمه. الغرفة
لسه جاهزة بس لسه ما خلصت رتوشة الأخيرة، كمان رح شاركها معكم بس تخلص نهائيا، يعني مع البرادي مع كل شيء رح شاركها معكم. فمثل ما شايفين موديل الغرفة عن جد كتير حبيته، خاصة هالألوان مناسبة والرسمة اللي عليها كتير حبيتها. فالحلو كمان انه جاي مع ال بسايد تيبل اللي هي الكافي تيبل، يعني اللي ملزوقة مع الصوفايات. بالنسبة للصوفايتين جايين نفس الموديل، وهون الحفرة اللي شايفينها من قدام الحفرة النص دائرة كمان كتير حبيت موديل، عاطيك موديل حلو ومساحتهم كتير كبيرة، يعني عبت لي الغرفة. عفوا هنا بس هاي السجادة طبقتها معهم، اخدتها من عند محل شو كان اسمه، فيستيفال المحل اسمه، فكمان كان عامل عليها تنزيلات. تخيلوا هاي السداجة يعني 4 مقاسة 4 أمتار مربعة، فقديش أخدتها؟ وقفت ب 200 ليرة بس. عنده كتير رسمات حلوة وموديلات حلوة، فبصراحة لقيتها لقطة. وأنا هيك هيك رح أدخل، هي شايفين لونها السكري والبيج والأسود، رح أدخل مع الغرفة اللي شايفينها اللي هون ما في إلا البيلوز المخدات، لأنه رح أعملهم بين الأسود والذهبي والسكري. وأنتم كمان اكتبوا لي رأيكم شو ممكن أدخل ألوان حلوة. وهدول الكراسي اللي جايين معها كتير سيمبل وبسيطات، صاديات كمان رح نحط عليهم البيلوز، رح يطلع موديلها كتير حلو. وهذا البوف رح احكي لكم عنه، هذا مو جاي مع الغرفه، هذا انا عملته. كيف في هدول الطاولات اللي بيبقوا الجلد اللي عند محل المستعمل كتير رخاص، اخذت الطاوله مستعمله وشوي هيك تعبانه ب 30 ليره بس. تخيلوا الطاوله على هالحجم 30 ليره اخذتها لانه مستعمله وكتير تعبانه، اخذتها عند ابو المنجد وقلت له نجد لي اعمل لي اياها بوف، اخذ اجت تنجيد 100، فكلفتني كل هالبوف اللي شايفينه 130 ليره. فانه شوفوا شقد من منظر، كنت كتير حابه اشارك معكم الطاوله بس للاسف انه انا وقت اللي اشتريتها فورا وديت له اياها. لو كنتوا شايفينها قبل وبعد كتير رح تنصدموا من شكلها. وهون من تحت بهالطريقه، كنت حابه يعملها صندوق بس للاسف هي طاوله فهون مغطايه مستحيل انه تصير، بس جاي واخترت اللون بنفس لون الكراسي اللي جنبها. هاي موديل كراسي. هلا في شغله تانية، الكراسي هي الموديل الايدين ما كتير حبيتها، والكروم هذا رجليها انه صاير هو كروم، فقلت له هلا للمنجد انه رح يحط لي الى تنجيد ويفخمها اكثر، يعني هيك يكبرها فبتصير موديل الالطق يعني النظامي. وهون كمان حبيت اي تبعيت المجلات، شوفوا لي قديش طبقت على الغرفه. هاي الغزانة تذكروا كانت عندي لونها ابيض وخشب اللي كانت اوريدي موجودة هون، فبدلتها كمان يعني بعتها وبنفس سعرها اخذت وحدة لونها ابيض ولا ذهبي كمان، بس احطها بس تجي يعني توصلني رح شاركها معكم. هلا هيك عم بشارك معكم بالبداية يعني شو عملت، وبعدين رح تشوفوا انه بس تخلص الغرفة شو رح تصير. هلا الشغلة الحلوة انه غرفة السفرة مثل ما هي تركتها، شلت الغطا الموف رجعتها بيج وكتير طابقة على الغرفة، يعني حفر وتنزيل نازل على الغرفة. هون الدوسوار على الذهب اللي مدخلت له اياه كمان كتير طابق عليه. هاي الطاولة رح احكي لكم قصتها كمان كتير حلوة. الطاولة ما اخذتها جديدة، اخذتها مستعملة، كان لونها ابيض ورجلها لونه فضي، فقلت له انه باخدها، هي كان سعرها 100، فبخلي انه رجليها اعمل لهم ذهبي ورح اخذها انه يعني تزبط معي كتير. زاد لي من سعرها شي 50 ليره بس، فصارت 150. هاي اذا انا بدي اخذها من السوق جديده ونظاميه بدون يعني بهاللون وبهالترتيب وهالنظافه، سعرها تقريبا 500 ليره. فانا ب 150 جبت طاوله كتير مرتبه وطابقه على الغرفه، فشوفوا لي قديش نضيف شغله. هي هلا الشغلات الثانيه اللي رح اعملها مثل ما قلت لكم، انه غزانه التلفزيون رح تكون لونها ابيض ولها ذهبي، واللمبه دير رح ابخ هدول لون ذهبي، عفوا اي رح ابخ هذا الخشب لون ذهبي، ورح اعمل هذا لون اسود، اغيره اجيب اللون الاسود بس مثل ما هي موجوده عندي، بس رح اغير هذا الشيء. هدول البخاخ اللي عندي اسود وذهبي اشتريت، رح اعمل الوانهم اسود وذهبي بدل الموف. والساعة اللي موجودة هنيك رح اعمل كمان ادخلها هيك اتركها بيضة، بس الحوارف اللي إلها رح ادهنهم كله ذهبي، فرح تصير غير يعني تبين انه غير موديل الغرفة. طبعا هون اللوحات وهي الغزانة كلها رح احطها بغرفة القعدة. وبس هاي المراية كمان رح ادهن حوارفها بالذهبي بدل الموف.
بهالطريقة. والبرادي مضطرة انه انا اخذ برادي جديدة لونهم اسود ماش سادة، الاسود والبيج اللي عبيجي مقطع، بس اجيبها رح شاركها معكم، اللي بكون هيك مقطع مثلا ربعة بيج وكمالتها اسود بهالطريقة، وبتكون الغرفة خلصت. عطوني رأيكم، شو رأيكم بالغرفة؟ حبيتوها؟ انه هي احلى؟ حدا يقول لي لا، حدا يقول لي انه غرفتك القديمة احلى، لانه هي احلى بكتير وعن جد كتير حبيتها. وبس تخلص نهائيا رح شاركها معكم. والقراتي كمان قررت انه اخذهم لون ذهبي او ذهبي داخله اسود او اسود داخله ذهبي، يعني هاللي هو، لانه كتير حسيت حلو السجادة وقت اللي عملتها بيج واسود معه. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم. بحبكم كتير كتير، بشوفكم فيديو جديد. باي يا توبوسات.